مشاهدي الكرام، أهلا بكم. كيف ينظر ناشط الديمقراطية الشباب في مصر إلى مستقبل التحول الديمقراطي في بلادهم؟ ما هي أبرز التحديات وما هي الحلول؟ وكيف يقيمون الدور الذي يقوم به الجيل الجديد من دعاة الديمقراطية؟ هذه الأسئلة وغيرها هي موضوع هذه الحلقة من عين على الديمقراطية. أما ضيوف الحلقة فهم خمسة من الناشطات والناشطين المصريين الشباب. هنا في الاستوديو شريف منصور ودعاء قاسم، ومن استوديو غرفة الأخبار مزن حسن، ومن واشنطن أحمد سميح وداليا فهمي. مرحبا بكم ضيوف الكرام. يعني كلام كثير يثار عن عملية الإصلاح السياسي في مصر، عن الصراع بين السلطة وأحزاب المعارضة، بين السلطة ومنظمات المجتمع المدني والناشطين. يعني أنتم جيل شباب من الناشطين الديمقراطيين في مصر، كيف تنظرون وكيف تقيمون المستقبل، مستقبل هذا التحول الديمقراطي الشريف؟ في البداية من هذا، أنا شايف أن الشباب دلوقتي في مصر في شبه إجماع أن في حالة يأس من حدوث أي تغيير نتيجة للظروف اللي موجودة المعيشية، وعدم وجود أمل في أي إصلاح حقيقي يعود عليهم، سواء في احتياجاتهم الأولية، في الحصول على عمل، في تكوين أسرة، في الاحتياجات الرئيسية لأي كائن حي ممكن يطلبها في هذا العالم. وده ناتج لأن في عملية تهميش واسعة حصلة من قيادات الأجيال السابقة اللي بتقعد في مناصبها لفترة كبيرة من بما فيها قيادات الأحزاب، قيادات المناصب الحكومية المختلفة، من أول موظف لحد رئيس الجمهورية اللي قعد في المنصب بقاله 26 سنة بدون أن. إذن أنت ترى أن هناك حالة يأس بين أوساط الجيل الجديد من ناشطي الديمقراطية. دعاء، هل تتفقين مع هذا الكلام؟ بالتأكيد أتفق مع الكلام، وأنا كمان شايفة أن المستقبل غامض جدا. يعني أنا مش عارفة إيه اللي ممكن يحصل بعد وفاة رئيس مبارك، مين اللي ممكن يجي مكانه، ولا حتى هيجي مكانه ده وعنده أجندة للإصلاح، هل فعلا هيبقى فيه تغيير ولا لأ، ولا هيبقى زي اللي قبله؟ أنا مش شايفة إنه المعضلة في مين هيجي ومين هيمشي، قد ما أنا شايفة إن المعضلة في الناس، فينا إحنا الشباب. هل إحنا عندنا رؤية؟ إحنا عايزين نعمل إيه في المستقبل؟ عندنا تصور عام ليه ولا ما عندناش؟ ولا إحنا عايشين الحياة كده بس، يعني بناكل ونشرب وعندنا يعني. إذا القضية كما تقولي هي قضية أيضا وجود رؤية للمستقبل لدى الجيل. ما فيش وجود رؤية، لا توجد رؤية. مزن حسن، هل تتفقين مع هذا الكلام أنه لا توجد رؤية واضحة لدى الجيل الجديد من الناشطين الشباب في مصر حيال عملية التغيير المنشودة؟ أنا شايفة أن في رؤية هي يمكن ما تكونش واضحة، لأن في الأول وفي الآخر إحنا لسه بنطور رؤيتنا في الوقت الحالي. بس في، يعني أنا شايفة أن في جيل جديد قادر يكون رؤية في قضايا مختلفة. يعني مثلا فكرة أن إحنا نشتغل على قضايا محددة وبعينها على مجموعات محددة، نقدر نشتغل على تكوين إعطائهم حقوقهم، وإزاي ربط حقوق المجموعات المختلفة دي بقضايا الإصلاح السياسي العام وقضايا الديمقراطية في مصر. بس أنا شايفة أن لسه في رؤية طبعا، ولكن رؤية في طور التشكل. أحمد سميح، كيف تنظر إلى هذا الموضوع؟ في الحقيقة يعني الرؤية في إطار التشكل أنا أتفق معاكم في هذا الإطار، لكن بالتأكيد في أمور ومحاور أساسية لهذه الرؤية. الجميع يريد دولة ديمقراطية، الجميع يريد دولة تحترم حقوق الإنسان. الجميع هنا أعني بها كل التيارات السياسية المختلفة، سواء كانت إسلامية، سواء كانت ليبرالية أو يسارية أو حتى قومية عربية. هذه هي المحددات الرئيسية التي يتفق عليها الجميع. كيف سيتم تطبيق هذا لا أحد يعلم. الجميع مثلا ضد مسألة التوريث، الجميع يتفق أن هناك غموض واضح في مستقبل مصر في الخمس أو عشر سنوات القادمة. هذه قضايا أساسية، لكن على جلنا، وأنا يعني لا أحب مسألة قطع الأوصال ما بين الأجيال، أفضل كثيرا أن نتعلم من الآخرين. الآخرين استطاعوا أن يظلوا صامدين باقين تحت هذا النظام عبر عقد مختلفة. مجرد البقاء والصمود تحت الاختلافات السياسية اليومية، أحيانا تحت الاختناق المستمر والمحاصرة
المستمرة لكل النشطين السياسيين على كل التيارات السياسية وعلى اختلاف التيارات السياسية، هذا أمر يستدعي منا أن نتعلم منهم. أحمد، أنت تتحدث إذن عن أهمية تجسير العلاقة بين الأجيال، أجيال الناشطين في مصر، الجيل القديم والجيل الجديد. داليا فهمي، كيف تنظرين يعني إلى تحديدا إلى مسألة تجسير العلاقة؟ هل يمكن تجسير العلاقة والاستفادة من أجيال الناشطين القدماء في مصر إن صح التسمية؟ وفي الحقيقة أحب أقول أنه أنا بختلف مع وجهة النظر اللي بيقولها الشريف. أنا لا أرى الأمور بهذا اليأس. أنا بشوف أنه المجتمعات حتى تتغير وحتى يحدث بها تغيير لابد أن تمر بهذه المرحلة من الفوران أو من الطوفان، أن يحدث بلبلة وغموض وتعددية. دي مرحلة ضرورية حتى يحدث بعدها تغيير. القضية هو مين مستعد لهذا التغيير، من لديه خطة استراتيجية واضحة، من لديه خطى بدأ فيها حتى لا نفاجأ. أين كان الحدث اللي هنفاجأ به، تغيير رئاسي، تغيير طبيعي، المهم أنه من لديه الخطة البديلة. بالنسبة للتبادل الخبرات مع الأجيال السابقة، مع كامل احترامي وقناعتي بأن الخبرات الموجودة عندنا هي خبرات دولية ويضرب بها المثل، وناس لديهم تاريخ طويل في ممارسة السياسة، لكن هؤلاء الناس أحترم جدا سنهم اللي قد يكون تفاوت 70 و80 سنة، لكن ده لا يمنع انه الاجيال الجديدة بينها وبين الناس دول فجوة كبيرة. هم ما عندهمش اي قناعة بان احنا كمان عندنا رؤى سياسية، وانه السياسة هي مش حكر على حد، هي احد ادوار المواطنة واحد حقوق المواطنة. نعم. اذا شريف، يعني كما استمعنا الى داليا، هي لا تتفق معك ان المسألة هي مسألة يأس، وانما ما يحدث هو عملية، حالة طبيعية تسبق يعني كل مراحل التحول والتغيير. يعني أنا كنت المتكلم بقول بشكل عام الإحساس اللي بيعيش فيه الشباب في مصر هو ده اللي خلى الشباب تحاول تهاجر وتسيب مصر، واللي خلاهم يهاجروا بصورة غير شرعية، وشفناهم على سواحل أوروبا بيموتوا، ويشوفوا ناس قبل كده راحوا وحاولوا يموتوا وبرضو ياخدوا المخاطرة تاني. فكرة الشباب ليست حكرا أو حصرا على مصر، يعني معظم الدول العربية ودول غير عربية أيضا تتم منها هجرات. هنا دول أمريكا اللاتينية كلها تهاجر إلى الولايات المتحدة على سبيل المثال. لا، الشباب بيهاجر لعدم وجود فرص، لعدم وجود حياة كريمة، لعدم وجود أمل. يعني الشاب من دول بيقترض من أقرباء ومن معارفه مبلغ معين من المال يكفي لكي يبدأ عمل جديد منفرد، لكنه يفضل أن يستخدم أو يستثمر هذا المبلغ من المال في دفع تذكرة طيران أو دفع سمسار لهجرة غير شرعية، لأنه يعرف أنه حتى إذا كان مقيم غير شرعي في دولة أخرى فسيعامل بصورة أكثر احتراما. دعاء، هل تتفقين مع هذا الكلام باختصار قبل الذهاب للاستراحة؟ أتفق معي. أولا في نسب كتير جدا بتبين انه نسبة الشباب اللي بيهاجروا من مصر لدول اوروبية عالية جدا، زاد ان الشباب يبقوا مدركين انهم في حالة هيخطروا وهيسافروا بطريقة غير شرعية، وفي حالة كبيرة جدا ان هم يموتوا او يغرقوا في البحر. هم مدركين ده كويس قوي، ومع ذلك بيعملوه. ان هم عندهم الموت اهون من انهم يعيشوا في بلد هي مش بتحترمهم، مش بتوفر لهم فرص عمل، مش محتضناهم. يعني المشكلة اعمق من فكرة غياب رؤية استراتيجية كما اشير لمسألة الاصلاح. نتفق على هذا الكلام. نعم سنناقش هذه القضية ولكن بعد الاستراحة القصيرة. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا.